السلام عليكم. عقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء 19 من تشرين الأول 2021، وكانت هناك مجموعة من القرارات والمناقشات استهلها السيد رئيس مجلس الوزراء بالحديث عن ما بعد الانتخابات والمواقف التي حدثت، وكان هناك تأكيد على أن الجميع أولئك الذين خاضوا هذه الانتخابات إنما كان يكمن وراءهم هدف واحد وهو خدمة العراق. هؤلاء الذين خاضوا تجربة الانتخابات والعراقيون الذين صوتوا لمرشحيهم جميعهم يعملون معا خدمة لبلدنا. وإذا كانت هناك اعتراضات معينة فهو حق مكفول للجميع في أن يبدي اعتراضه ضمن الأطر القانونية المحددة، وأحسب أن أوضاعنا هذه الأيام تمضي إن شاء الله إلى تفاهمات تخدم بلدنا في النتيجة النهائية. هذه الموضوعات طرحت هذا اليوم في المجلس، والسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد أحقية الجميع في الاعتراض ضمن المناخ القانوني والبيئة القانونية التي تسمح بمثل هذه الاعتراضات. إذن تجربة الانتخابات انتهت، ونحن الآن بصدد التفاوضات والتفاهمات بين القوى السياسية، والحكومة تنظر بإيجابية كاملة وشاملة لما يحدث، وما زالت تعمل حتى اللحظة الأخيرة لدعم المسار الديمقراطي لبلدنا. من جانب آخر، كان هناك تنويه أيضا بالعملية النوعية التي أدت إلى إلقاء القبض على المجرم الهارب المكنى أبو عبيدة بغداد غزوان الزوبعي. جهاز المخابرات الوطني العراقي بذل جهدا كبيرا ومنذ مدة طويلة وبإشراف مباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء لإلقاء القبض على هذا المسؤول عن تفجير الكرادة المأساوي الذي راح ضحيته عشرات المواطنين العراقيين، فضلا عن تفجيرات عديدة قام بها. أفضت أعمال جهاز المخابرات إلى إلقاء القبض على هذا المجرم الهارب، وسينال جزاءه في الأخير. اليوم النقاشات تناولت مجموعة من القرارات، أقتصر منها على الآتي. ناقش مجلس الوزراء مسألة النقص في المدارس في بلدنا، وصوت هذا اليوم على إقرار لتوصيات اللجنة العليا لبناء المدارس. هناك لجنة عليا لبناء المدارس تعمل منذ فترة، وقد أقرت مجموعة من التوصيات، وأهم هذه التوصيات هو إحالة تنفيذ مشاريع بناء المدارس إلى الشركات المحترمة والمعتبرة الأجنبية، بما أننا شخصنا منذ مدة طويلة النقص الحاد في المدارس في العراق. لدينا أكثر من 500,000 طالب يسجل في الابتدائية في الأول الابتدائي كل عام، ومع تزايد أعداد السكان يزداد عدد الطلبة المسجلين، ومن ثم نحن بحاجة إلى العمل الجدي على بناء المدارس. وأعتقد هذه اللجنة العليا التي شكلت إنما تعالج هذه المعضلة التي رافقت حكومات عديدة. اليوم هناك قرار جدي في مجلس الوزراء بإقرار التوصيات والشروع بتنفيذ بناء المدارس، خاصة نحن مقبلون على زيادة في أعداد طلبتنا. أيضا كان هناك طلب من وزارة الخارجية في أن تتولى
تأهيل أبنيتها خارج العراق. لدينا العديد من الأبنية في الحقيقة لا تعود فقط إلى وزارة الخارجية، وإنما لوزارات عديدة مثل الملحقيات التجارية وملحقيات وزارة التعليم وغير ذلك. الخارجية طلبت أن تعنى بنفسها بتأهيل المباني العائدة لوزارة الخارجية خارج العراق، ومجلس الوزراء تجاوب مع هذا الطلب وقرر أن تستثنى هذه المشروعات في التأهيل من بعض التعليمات، والهدف من وراء ذلك هو الإسراع في تأهيل المباني التي تتولاها بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، وذلك للحفاظ عليها أولا من الاندثار، ثم لاستعمالها الاستعمال الأمثل من بعثاتنا في الخارج. أخيرا هناك قرار من مجلس الوزراء، وهو أن تخصص وزارة المالية مبلغا مقداره 3 مليار دينار عراقي إلى مديريات الماء في المحافظات لتأمين مادة الكلور. هناك نقص أيضا في مادة الكلور، وهذه خدمة أساسية للمواطنين، توفير المياه. فسارع مجلس الوزراء إلى صرف هذا المبلغ، وأيضا خول وزارة المالية إجراء مناقلة بمقدار مليار دينار عراقي آخر غير 3 مليار السابقة إلى الموضوع نفسه. هذه المناقلة أيضا مهمة لزيادة المبلغ، وبالتالي نسد النقص الحاصل في مادة الكلور الذي يوفر للناس مياه الشرب. هذا مجمل ما قرره مجلس وزراء هذا اليوم، وأشكركم الشكر الجزيل.